فريق المصري البورسعيدي فاز على فريق فاركو بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم بالجولة 19 من الدوري على استاد الجيش ببرج العرب، وبكده بيحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، فيما استمر فاركو في المركز 16 برصيد 12 نقطة. فريق سموحة حقق الفوز على بلدية المحلة بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 19 بمسابقة الدوري المصري، وبالنتيجة دي بيرتفع رصيد سموحة للنقطة 25 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، فيما يحتل فريق البلدية المركز 14 برصيد 19 نقطة. فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي توج بلقب البطولة الأفريقية واللي أقيمت على صالة الأهلي بالجزيرة، وده بعد الفوز على مولودية بوسالم التونسي 3-0 في النهائي. فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي فاز على فريق أبيجان بطل كوت ديفوار بنتيجة 28-16 في إطار ربع نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية والمقامة بالجزائر، ليتأهل المارد الأحمر لمواجهة بيترو أتلتيكو الأنغولي في نصف نهائي البطولة. والبطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال السكواش تأهل لدور نصف النهائي ببطولة الجونة الدولية للسكواش واللي بتستضيفها مدينة الجونة في الفترة من 19 ل 26 إبريل الجاري بقيمة جوائز مادية بتصل إلى 198 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. في نفس الوقت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتينج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات السكواش كمان اتأهلت لدور نصف النهائي وبطولة الجونة الدولية للسكواش واللي بتستضيفها مدينة الجونة في الفترة ما بين 19 ل 26 إبريل الجاري بقيمة جوائز بتصل إلى 198 ألف دولار للرجال والسيدات. وفريق يوفنتوس اتأهل لنهائي كأس إيطاليا، وده رغم الخسارة من فريق لاتسيو بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب الأولمبيكو في إياب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا. حسم فريق يوفنتوس تأهله بمجموع المباريتين 3-2. المفاجأة بقى، فريق أرسنال فاز على تشيلسي بنتيجة 5-0 في القمة النارية اللي جمعتهم على ملعب الإمارات ضمن منافسات مؤجلات الجولة 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. بكده بينفرد فريق أرسنال بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، وفريق تشيلسي في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة. نادي أستون فيلا الإنجليزي أعلن بشكل رسمي تمديد عقد مدربه الإسباني أوناي أمري مع الفريق لغاية عام 2027. كان عقد أمري مع النادي يمتد لصيف 2026. نادي العين الإماراتي اتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز على نادي الهلال السعودي في الدور نصف النهائي رغم الخسارة 2-1 في المواجهة اللي جمعت الفريقين على ملعب المملكة أرينا في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا. استفاد العين من الفوز ذهابا في الإمارات 4-2 ليتأهل بمجموع المباريتين 5-4. كده خلصت نشرتنا الرياضية، هنعود مرة تانية لباسانتو مصطفى واستكمال فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا لك يا هلا.